احنا بس بنتكلم على اللي احنا عايزين نتكلم عليه دلوقتي، ان احنا عايزين نشوف شكل البيانات دي متخزنه اكس ام ال ازاي. خلاص، والاكس ام ال هي لغه بسيطه جدا، عباره عن لغه شبيهه جدا بلغه الاتش تي ام ال، عباره عن تاجات خلاص، تاج فتح وتاج قفل بس، ولازم يكون لها روت. يعني ايه روت؟ يعني لازم يكون التاج الاولاني هو التاج الاخير، وفي في النص محتويات بقى بس. خلاص، هي دي اللغه شرحت. خلاص، دي اللغه دي مشكلتها اصلا، انت فاتح اللي انت فيه دوت، يعني اي تاجات اسمها ايه او التاج الاساسي ايه، لك اي حاجه تقفل بتاج بسلاش ايه، اي حاجه. خلاص، فبداوا بقى ايه، بدانا نحاول نستغل، او بدات البرامج تحاول تستغل الفكره دي، ان هي تتبناها بقى. لو اديتني ملف بشكل كذا هعمل لك كذا، لو عملت كذا، لو اديتني داتابيز هحولك بشكل كذا، لو عملت مش عارف ايه هحولك بشكل كذا، وبتفتح بقى من ازاي. فمن مثال مثلا، وطبعا بتبقى خفيفه، بتبقى ملف. تعال نشوف ازاي نخلي الداتا تيبل دي تجنريت لي ملف اكس ام ال. خلاص، هعمل زرار من هنا، وهسميه انا، واحطه هنا على اليمين في الاخر، واسميه اكسبورت داتا تو اكس ام ال فايل. او بلاش اكسبورت داتا، اكسبورت اول داتا تو اكس ام ال ايه، اكس ام ال فايل. واجي نوت جوه زرار، وعامل بي تي ان اكسبورت اول. خلاص، او اكس ام ال او اي حاجه. هاجي هنا على الزرار ده عشان اطلع الكلام دوت في شكل اكس ام ال. طبعا لو انت عايزه بقى يحدد المكان اللي هيسايب فيه والاسم والكلام ده كله، برضه نقدر نعمله. يلا نعمله، لان برضه مش بس نتعلم داتابيز، وبرضه نتعلم شويه ايه ادوات، بنتعلم ادوات برضه احنا، ويندوز ابلكيشن لسه، او ديسكتوب ابلكيشن. فهاجي هنا كده في مجموعه اسمها دايلوجز اللي هي الدايلوجز الجاهزه. مثلا ده دايلوج معروف، ده الاوبن فايل، دوس عليه بيطلع ده، صح؟ ده دايلوج معروف. في دايلوج مثلا بتاع سيف از، فاكرين عارفين كلنا طبعا اللي هو ده بيسيف مش عارف ايه. في دايلوج بتاع الفونت معروف، اللي هو اروح عليه كده وادوس على فونت فيطلع لي. خلاص، في دايلوج بتاع الكلر، في دايلوج الى اخره. ادي الكلر، وادي الفولدر براوز دايلوج، ده لو انت عايز تحدد فولدر، وفونت دايلوج، واوبن فايل دايلوج، وسيف فايل دايلوج. احنا عايزين مين؟ سيف فايل دايلوج. انزل دبل كليك، نزل هنا طبعا ما بيتعرضش على الشاشه، لان هو مش هيتشاف غير في الران تايم، المهم عندي ان انا اديله اسم، اسميه اس اف دي سيف فايل دايلوج. خلاص كده، حلو. انيشال دايركتوري دي المكان اللي هو الافتراضي، اللي هو لو انت متحدد مكان افتراضي للتسييف، يعني ممكن انا اقول له انيشال دايركتوري مثلا على الاف بس. خلاص كده مكان اول ما يجي يفتح يسيب ليه على طول فاتح على الاف، هو عايز يغير مثلا في الاكستنشن في الفلتر. فلتر دي بتقول له ايه هي الملفات اللي انت بتدعمها بس. انا قلت له انا بدعم ملفات اكس ام ال فايل. خلاص كده، اكس ام ال فايل، وهو عامل علامه دي، العلامه الفيرتيكال بار دي، واكتب الامتداد. اقول له دي اول الحته الاولانيه دي عباره عن اسم، اكتب فيه اسمك، حمص، اي حاجه. خلاص، لكن بعد العلامه اللي هي الفيرتيكال بار دي لازم تقول الامتداد، او تكتب الحاجه اللي هو يفتحها. قلت له استرسك معناها اي حروف، دوت، وفي الاخر في كلمه دوت اكس ام ال. خلاص كده، اي حروف دوت اكس ام ال. يعني ده الامتداد السبب بتاعنا، ده الامتداد اللي احنا بنشتغل معاه، ده الامتداد اللي احنا بنشتغل ايه؟ بنشتغل معاه. خلاص كده؟ طيب، بس. هاجي انا معامل ايه؟ ادوس على اكسبورت اول داتا. اول حاجه عايز افتح السيف فايل دايلوج، السيف فايل دايلوج، هقول له دوت،
شو دايلوج. شو دايلوج دي شو دايلوج بتخليه يظهر، بتخليه ايه يظهر، وبترجع الزرار اللي هو داس عليه. ايه هو الزرار اللي هو داس عليه؟ هل هو داس على اوكي، داس على سيف، داس على مش عارف ايه الى اخره. يعني لو قلت مثلا اف ان اس اف دي دوت شو ده، شو ده اللي خلاص احنا عرفنا بتظهر خلاص كده. يعني لو رحنا كده دلوقتي بس بكلمه بالكلمه دي لغايه هنا بس كده وعملنا اف 5 مسافه ما ندوس هنا كده، ادي السيف ده طلع، ادي السيف ده ايه طلع، وادي اكس ام ال فايل دوت استرسك دوت اكس ام ال احنا حددناها، مفيش غيرها. واخدين بالنا؟ خلاص عايزين نشوف هو داس على زرار سيف ولا ما داس على زرار سيف ولا عمل ايه. نعم دي الاف ايا كان بقى الاف دي ايه انا ما اعرفش، مش مهم. على الاي مثلا وعملت اي حاجه قمت داي سيف بيسيب، بس مش فاهم اي حاجه انا خلاص، انا مش عارف حاجه. بس المهم ان انا هقول له لو كان الكلام ده هقول له اف ان الدايلوج ده بيساوي، قال لي هتيجي من اميريشن، الاميريشن اسمها دايلوج ريزلت. الاميريشن اسمها ايه؟ ده بتيجي من سيستم دوت ويندوز دوت فورمز دوت دايلوج ريزلت، ده النيم سبيس بتاعها. قلت له طويل التيله خالص، يعني انا اشيل ويندوز سيستم دوت ويندوز دوت فورمز ده خليه ايه دايلوج ريزلت بس على طول دوت. قال لي عندك بقى، عندك ادي الزراير بقى اللي موجوده عندي اهي خلاص. الزرار اوكي دايما بي يعني بيبقى معناه ان هو الراجل يعني داس على الزرار الاساسي او الزرار اللي هو الطبيعي يعني خلاص، اللي هو المفروض اوكي ده اللي هو هيبقى مين؟ اللي هو السيف، اللي هو مين؟ السيف. قلت له لو كان داس على اوكي ايه اللي هيحصل؟ قلت له انا خلاص عايز اسيب الملف في المكان ده، عايز اكسبورته من الملف بتاعنا، اكسبورته من الداتا تيبل ملف اكس ام ال وسيفه في المكان اللي هو ايه؟ المكان اللي هو حدده، في المكان اللي هو ايه؟ حدده خلاص. اس اف دي دوت فايل نيم هتجيب لك الـ الـ الاسم اللي هو اختاره في الدايلوج، في الاسم اللي هو كتبه، الاسم اللي هو ايه؟ اللي هو كتبه خلاص كده؟ ماشي. الاسم اللي هو كتبه ده كويس قوي، انا عايز بقى اكسبورت واطلع ملف وسيفه في المكان ده خلاص؟ اعمل ايه؟ ادي الداتا تيبل تي بي ال اهي دوت رايت اكس ام ال دوت رايت ايه؟ اكس ام ال. افتح قوس، قال لي اديني الفايل نيم، قلت له الفايل نيم هو الاس اف دي دوت فايل نيم كوما، قال لي لا مش لازم خلاص يكفي الفايل نيم الباز بس وخلاص مش محتاجين اكتر من كده. قلت له سايبه لي في الباز ده، شفتوا الجمال؟ قلت له تي بي ال دوت رايت اكس ام ال، قال لي اديني الباص، قلت له ادي الفايل نيم. ما اعرفش الفايل نيم هيجيب الباص بالكامل والدوت والكلام ده كله، لا لو في حاجه ناقصه عن ايه؟ هنشوفها. بس ال بي ال ستيتس دوت تكست وريني قول لي فيه الفايل. طب خليه بعد ما يرايتر، بعد ما يرايتر اقول له داتا اكسبورتد ان وايه، واحط لي مين؟ احط لي السيف فايل دايلوج دوت فايل نيم. ايه ده؟ حاجه عجيبه حصلت. ماشي خلاص، محدش خد باله من حاجه. ماشي ما علينا، خلاص اقول له تي بي ال رايتر الاكس ام ال فايل في الباص ده، فهي رايتر. بعد ما رايتر قول لي البيانات ايه اترايتر في المكان ده خلاص كده. ماشي تعال نجرب التجربه اللذيذه دي. والسلام ورحمه الله وبركاته. ماشي يا عم، فقوم دايس على اكسبورت اول داتا تو اكس ام ال فايل. ماشي وانا اسميه امبلوي، سميت الملف امبلوي على الاي، متدايس ايه سيف
ضرب مني، ضرب الفسحه، ضرب الفايل نيم على الاي مظبوط، الباص مظبوط عليه نقطتين شرطه امبلويز دوت اكس ام ال. هنا بيقول لي invalid operation exception was unhandled cannot serialize جرافه تيبل تيبل نيم. كويس. بيقول لي احنا اتفقنا ان الاكس ام ال فايل بيبقى ليه ايه؟ لا لا مظبوط، الكود مظبوط مفيش حاجه. هو بيقول لي انت ناسي حاجه معايا. بيقول لي الاكس ام ال زي ما اتفقنا بيبقى ليه روت. يعني ايه روت؟ بيبقى ليه، بيبقى ليه التاج اول، وهو بيبقى التاج النهائي، وهو بيبقى التاج الايه؟ النهائي. ففي فالطريقه بتاعت رايت اكس ام ال دي، الميثود اللي اسمها رايت اكس ام ال اللي جوه الداتا تيبل دي، بيعمل التاج، بيعمل التاج الاساسي اسم التيبل. فبيقول لي انت ما حددتش للداتا تيبل اسم، فجي يعمل التاج الاولاني ضرب، فجي يعمل التاج الاولاني ايه؟ ضرب. فما عرفش رايتر الكود، لان هو المفروض هو ظابط نفسه ميثود عاديه زي اي حد يقدر فينا يعملها. لان انت انا ممكن اديك انت اقول لك اعمل انت رايت اكس ام ال وابقى اجيبها لي، ايه المشكله يعني؟ المشكله رايتر اكس ام ال اخد البيانات بتاعه التيبل ادي له اسم الاول ادي تاج، وابدا افتح بقى ايه لكل رو، رو مثلا وسلاش رو، وجوه الرو دي بقى الام بي ان او، فاتح ام بي ان او وكاتب القيمه ومقفل سلاش ام بي ان او، افتح ام اي نيم وكاتب القيمه وسلاش اي نيم، واخد بالك انت؟ ومرصص والى اخره. فممكن هي ايه الميثود شغاله كده فعلا، هي الميثود شغاله كده فعلا. فانا فهو مش ملوم، مش لاقي للتي بي ال نيم فضرب، بسبب ان ما لفش اسم المين للتي بي ال، ما عرفش يتصرف ويكتب مثلا تي بي ال، ما عرفش خلاص، او اداله اسم ديفولت وخلاص، لا ما عرفش. فلازم نحدد اسم للداتا تيبل. فممكن واحنا بنعمل تي بي ال، تي بي ال بتساوي نيو داتا تيبل، وانا بعمل نوت وانا في الكونستراكتور بتاعها، ممكن الاقي الكونستراكتور بيقول لي اديني التيبل نيم، اديني التيبل ايه؟ التيبل. فممكن اجي نوت مثلا واقول له ايه مثلا ده اسمه ايه؟ ده اسم الجدول، ده اسم مين؟ ده اسم الجدول. كده بقى يعرف اول تاج يبدا بكلمه امبلويز ويبدا يشتغل. تعال نجرب، اقول له اكسبورت اول داتا، هلا سايبها فين؟ على الاي سميها دي بي تيبل 1 ودوست سيف. قال لي داتا اكسبورتد ان الاي دي بي تيبل دوت اكس ام ال. اروح افتح على الاي، ادي ملف الامبلوي دوت اكس ام ال، شايفينه؟ خرج اهو، دبل كليك عشان تفتحه. لا احنا، لا احنا اللي خرج الدي دي بي تيبل 1، دي بي تيبل 1 ادوس عليه دبل كليك. قال لي افتحه بايه؟ قلت له عمك سفاري. او ممكن افتحه بنوت باد، نفتحه بنوت باد احسن، نفتحه بنوت باد. خلينا في نوت باد الاول عشان نشوفه. بص اول حاجه قال لي ده اكس ام ال، اكس ام ال بيفتح تاجات كده عاديه، بس يبقى علامه استفهام اوله وعلامه استفهام ايه اخره، مش بس تاجات عاديه كده، لا وفي علامات استفهام، يعني تاجين كده وفي علامات استفهام. فيرجن، فيرجن واحد، لانه ما عرفوش يخترعوا بعد فيرجن واحد حاجه، وده نازل من زمان او من التسعينات، من جوه التسعينات كمان، وما عرفوش يدوم فيرجن 1.1، لان هو فريق قال لك اي حاجه يا اخي مفتوح على الاخر. خلاص ما هو مفتوح على الاخر خلاص. ساند الون طبعا عشان يقدر يشتغل عادي. عمل لك ايه؟ دوكيمنت اليمنت بدايتك خالص، دوكيمنت اليمنت، وفي الاخر خالص سلاش دوكيمنت اليمنت، ماشي. وفي روت كمان اسمه امبلويز اللي هو النيم، حتى بكتبه سمول زي ما انا كاتبه. وفي الاخر خالص هتلاقي امبلويز، الامبلويز دي بقى بيعملها كالرو، مش بيعملها كالتيبل، انا اسف، بيعملها الرو، الرو بيعملوا امبلويز وسلاش امبلويز. كل امبلوي يعني المفروض كنا سمينا الجدول امبلوي، سمينا الجدول ايه؟ امبلوي بصيغه المفرد. فكده عمل ايه؟ جه نوت قال لك ادي اول امبلوي، امبلوي اي دي رقم 100، اسمه ستيفن، اسمه مش عارف ستيفن كينج، الايميل بتاعه مش عارف ايه 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 ايه، خلاص دخل على مين؟ على الموظف الثاني، شايفين؟ امبلويز ادي الام والى اخره. ها خلاص شفتوا اكس ام ال سالب ده بقى الملف اللي بيتداول، هو ده الملف اللي بيت ايه؟ اللي بيتداول، حتى لو كان مش فيزيكال كان في التمب، بس هو ده الملف اللي بيت ايه؟ تقدر طبعا تقدر، بس تبقى في شكل تمبل، تترمي باسماء عشوائيه وتتعمل بقى حاجات، ما تبقاش يعني حاجه كده خلاص. طيب لكن اقدر اوصل لاي حاجه في التمب عندي، وبيبقى بالمنظر ده،
اي اضافه يقوم عامل امبلويز وسلاش امبلويز ومرصص بقى الامب اي دي والامبلوي نيم ومش عارف ايه وبتاع يقوم حاطه. فاهمين الفكره؟ يضيفوا للفايل ده يضيفوا للفايل ده بعد الهيصه دي كلها تقول له سيف يقول لك اه طب استناني بقى شويه كده لما احمل. ده بقى اللي ممكن نعمله بروجريس بقى بجد يعني. بس يعمل بقى يقوم رايح بقى جايب البيانات اللي في الاكس ام ال ويجيب البيانات في الداتا بيس ويشوف بقى يقعد ايه يسلم دي اللي يسلم دي يسلم لغايه ما يخلي دي هي ايه دي هي. فهمنا الفكره؟ خلاص كده؟ طب انا مش ممكن اديله امر بس في حته ثانيه مهمه برضو قبل ما اسرح واخلع. طب عايزين نعمل كده ويمكن دي لذيذه جدا. عايز اكسبورت البيانات اللي طالعه في السيرش. واحد يقول لي ايه؟ طب دي داتا فيو. طب دي ايه؟ دي داتا فيو. دي داتا فيو. هل الداتا فيو بتوفر لي رايت اكس ام ال زي ما الداتا تيبل بتوفر لي رايت اكس ام ال؟ لو جيت بصيت قلت داتا فيو دوت رايت مفيش اي حاجه بالار خالص. لو قعدت تقرا في كل الميثود احنا قريناها من شويه اصلا مفيش. لكن في عندي دوت تو تيبل. ده هي التيبل نيم. ده احنا التيبل ايه؟ التيبل نيم هي تديها الاسم وترجع لك داتا تيبل. يبقى انا هعمل اضطر اعمل كونفيرت للي موجود احول داتا تيبل والداتا تيبل هي اللي تكسبورت الكلام دوت. فهمنا الفكره؟ حلو. يبقى انا دلوقتي اقدر معلش الحته دي مهمه ان انا عايز احول داتا جريد فيو دي الى تيبل. داتا تيبل دي مهمه جدا. اكسبورت ايه بقى؟ مكناش كنا جنبين التانية ايه؟ اكسبورت مش اول داتا بقى. اكسبورت سيلكتد داتا تو اكس ام ال فايل. نفس الكود اللي احنا كنا عاملينه هنا بالظبط بس هنغير فيه بعض الحاجات. هنقول ايه؟ ادي اس اف دي شو دايلوج ولو الدايلوج كان اوكي الراجل مسيب هتبدا تخش هنا تي بي ال دوت رايت. قلت له لا 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 احنا اولا محتاجين الداتا جريد الداتا فيو تبقى عام. ليه؟ لان انا محتاجها في كذا مكان دلوقتي. الداتا فيو دلوقتي اللي كانت جوه التكست بوكس ده اللي ايه ده؟ الداتا فيو ما بقتش دلوقتي ينفع تحطها هنا لازم احطها عام. ليه احطها عام؟ عشان انا هنادي عليها من مكان تاني واعمل لها اكسبورت وكلام من ده. يبقى انا اكتها واروح ايه ابستها فوق بعد ايه بعد كلاس بعد كلاس علشان وبلاش كلمه امبلويز دي خليها ايه امبلوي. بس طبعا مش هينفع ابعت للكونستراكتور بتاعها دلوقتي حاجه. مش هينفع ابعت للكونستراكتور بتاعها دلوقتي ايه حاجه لان معرفش ليه ايه اللي مش عارف ابعت. هو معترض ليه؟ عشان هو نون ستاتيك مش هينفع مش قيمه ثابته. ده قدر يبعته عشان ده قيمه ثابته في الكونستراكتور. لكن ده هو الايرور لو جيت قريتوه بيقول لي عشان برضو يعني نقراه بيقول لي ايه فيلد انيشاليزر كان نوت ريفرنس زي ذا نون ستاتيك فيلد او ستاتيك ميثود او ستاتيك بروبرتي بس اللي اقدر انيشاليزها فوق في بره حاجه ستاتيك حاجه ثابته. لكن دلوقتي لكن دي بالنسبه لي ايه مش ثابت. فانا لسه ممكن يكون لسه بتتم عليه عمليات لسه بتجهز لسه حاجه فمش هقدر اسلمه وانا لسه اصلا ما جهزتوش. خلاص كده قلت له ماشي. يبقى احنا محتاجين واحنا بنسيرش هنا لو جيت سيرش دلوقتي مش هيضرب لان هيلاقي الداتا فيو مش مرتبطه بجدول. يبقى لازم اقول له الداتا فيو دوت التيبل بتاعك. خلاص التيبل بتاعك اللي هو السورس بتاعك اللي هو التي بي ال اللي هو مين؟ تي بي ال. كده انا سلمته الداتا تيبل بدل ما اسلمها له في الايه؟ في الكونستراكتور. بدل ما اسلمها له في الكونستراكتور. لا لا سيبك ده بتتكلم في التليفون دي كده. خلاص لا خلاص يا محمد خلاص قلبك ابيض قلبك ابيض يا راجل. خلاص اقدر هنا دلوقتي في الحته دي اكونفرت الاول يا عم اقعد بقى. اقدر دلوقتي اعمل ايه داتا تيبل داتا تيبل بتساوي نيو داتا تيبل اسميه مثلا امبلوي برضو. خلاص واقول له الداتا تيبل دي بتساوي
الداتا فيو بتاعتي بس بعد ما اعمل لها كونفيرت دوت تو انا واحد. لا انا بعرف داتا تيبل ثانيه عشان انا ما عنديش رايت اكس ام ال جوه الداتا فيو، فاعرف اكس ام ال اعرف داتا تيبل جديده، اخد الداتا فيو احط البيانات احطها جوه الداتا تيبل ده، وهو الداتا تيبل ده هو اللي اكسبورت عشان ما بوظش اساسي. ان لو بوظت اساسي الدنيا خلاص خلاص كده. فهاجي نروح على دوت تو داتا تيبل، قال لي اسمه ايه؟ قلت له مش مهم اسمه خلاص حولوا لي بس. هيحولوا طبعا انا محدد الاسم جوه مين؟ جوه الداتا تيبل ذات نفسها، فمش لازم احددها هنا، مش لازم احددها ايه؟ هنا. فكده دي في دوت تو تيبل هتحول وترجع الداتا تيبل احطها جوه الدي تي. اقدر دلوقتي انا اقول له ايه؟ رايت إيه؟ مش داتا تيبل بقى، هقول له الدي تي اللي هو المتغير بتاعي، رايت الاكس ام ال في المكان ده دي تي بقى خلاص كده. هاي رايتر هولي، وبعد كده اقول له اس اف دي دوت فايل نيم وخلاص. صعبه دي في حاجه؟ ده يرتر لي اللي انا عارضه بس. فممكن اقوم جاي هنا اعمل ايه مثلا؟ اي حد الجوب بتاعته اي دي خلاص كده، هم دول قليلين حلوين كده 100 و101 و102 و200 خلاص. اقول له اكسبورت سيلكت الداتا تو اكس ام ال، وقايل له ايه؟ ماشي عند احمد. هقول له اي دي جوبس سيف. خدت بالك من اللودنج دي؟ كانت تبقى جامده فيها البروجرس صح؟ طيب على العموم ال ايه؟ ثواني بس اما اشوف البيانات الاول. سيبونا نسلك، انا قلت محدش يسالني. كليك يمين اوبن ويز ايه نود ايه؟ نود باد اهو عمل امبلوي. ادي واحد 100 صح؟ وادي 101 وادي 102 المفروض فاضل لنا 200 وخلاص، وادي 200 شكرا. قدر يكسبورت الايه البيانات اللي احنا محددينها فقط لا غير. طبعا 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 جميل. ايه؟ ريد اكس ام ال بس. ايه؟ ما ريبورت ممكن الريبورت يقرا من ملفات اكس ام ال بس. يعني مش معنى المثال الغريب اللي انت جبته ده. مرات الدي ان ال ايه؟ مرات الدي ان ال بيختلف من لغه لغه، ولو دي ان ال لا خلاص ممكن يعني المعمول بلغه اجيبه جوه لغه عادي. الدي ان ال قال لي مثلا عندنا مكتبه عايزين نعمل السي. ايه بقى خلاص كده؟ داتا تيبل اقول له داتا تيبل دوت ريد الاكس ام ال، فهيريد الاكس ام ال. اقدر اريد من الداتا فيو كده كده بتسيرش جوه داتا تيبل بس دي مهمتها. انت بقى عايزها تحطها ترجع لك جوه داتا تيبل، يبقى مضطر تحولها. عايز تستخدم اي حاجه جوه داتا تيبل حولها جوه داتا تيبل واشتغل بداتا تيبل عادي. لكن هي مهمتها الاساسيه جايه عشان تسيرش جوه داتا تيبل بس خلاص كده.